إذا نبدأ هون، هلأ إحنا حكينا عن اللودز، حكينا عن ثلاث لودز قبل هيك. إذا بتتذكروا لما طلعنا على اللودز حكينا عن constant torque load زي الهويست أو كرين أو إليفيتر، وحكينا عن fans و pumps أو centrifugal devices بشكل عام، وكان بيتبع السكوير لو. حكينا عن الكمبريسر كإكزامبل، في إكزامبلز تاني بس هدول كلهم لودز. الكمبريسر حكينا انها بتبدأ من قيمة معينة بعدين بتبدأ تزيد، هذا سبيد، هذا تورك، هذا تورك، هذا سبيد، وهذا هون كونستانت تورك لود. بس احنا اليوم مش رح نحكي عن اللود، رح نحكي عن الدرايفز. رح نبدأ بالسبيد تورك كيرف للسكوريل كيج اندكشن موتور بدون درايف. لو كان عندي سبيد تورك كيرف لاندكشن موتور لسكوريل كيج اندكشن موتور، عندنا هاي ان ار بي ام، هون التورك النيوتن متر، والكيرف عاده بشكل عام بيكون شكله بهذا الشكل من هون. وهاي هون هي السينكرونس سبيد ان اس، وان اس السينكرونس سبيد بدها تساوي 120 في اف على بي، بي اللي هي number of poles per phase، و F اللي هي frequency تبعت السبلاي، وال 120 هي 60 في 2، وال 60 هو 60 seconds per minute، وال 2 هي poles per pair of poles. صفت من هون اجت 120 2، و2 اصلا كانت هي تحت منها. عند هاي السرعه، عند السينكرونس سبيد، التورك بيساوي زيرو، فالتورك بيساوي زيرو ات سينكرونس سبيد، فباي ديفينيشن هذا المحرك ما بيقدر يولد تورك ات زيرو سبيد. هاي النقطه اللي هي سميناها البول اوت تورك، اللي بصير عندها ستولينج، المحرك بوقف عندها ما بيقدر يكمل، ما بيقدر يعطيني تورك اعلى من هيك، وما بصير اني اصمم عليها. عندي هون هذا starting torque، وعادة احنا بنصمم على نقطة بهاي المنطقة هون، وهاي اللي هي rated point او rated operated conditions، اللي منها هون راح يكون ال N asynchronous، وهذا الفرق بينهم هو slip، وهذا راح يكون tau rated، هذا هون rated torque. وعادة كقاعدة عامة tau S تساوي تقريبا 2 في تاو ار. عادة الستارتنج تورك يكون تقريبا ضعف، وضروري الستارتنج تورك بهمني عشان اقدر اعمل. اذا وي نيد هاي ستارتنج تورك فور اكسلريشن، تو اكسلريت دي ماسز. وراح احط هون ستروك، مش بدي ارفع سرعتهم، اوصل سرعتهم للقيمه المطلوبه. اذا بدي اعمل لهم اكسلريشن، اذا نحتاج هاي ستارتنج تورك، ولذلك مناسب جدا يكون عندي هون هاي ستارتنج تورك اعلى من الريتد تورك. عندي هذا البول اوت تورك، البول اوت تورك اللي راح يوقف عنده السيستم. ما في مشكله لو هذا المحرك اشتغل لفتره قصيره في المنطقه هاي اوفرلودد، بس لازم بشكل عام اصممه، لازم اصممه على هاي النقطه اللي موجوده هون. الفرق بين الان سينك والان اي سينك، فعندي ان async بيساوي 1 minus s اللي هو slip، والslip هون dimensionless quantity. سكر بالله الباب يعني. dimensionless quantity مضروبة في n sync أو ns، وهون وحدتها راح تكون s، هون dimensionless. وإذا كان إجا على المحرك هلا هون بالفترة هاي التورك positive، يعني المحرك هو عم بولد تورك. إذا إجا عليه تورك خارجي وزاد سرعته عن السينكرونس سبيد، راح يتحول هون لجنريتر، هو راح يصير يولد تورك معاكس للبرايم موفر الخارجي، راح يتحول هون لجنريتر، راح يصير عليه بريكنج. ففي المنطقة هاي بتحول لجنريتر. وإذا كملنا هذا الكيرف، هذا الكيرف بكمل هيك إلى ما لا نهاية من هون. هذا سبيد تورك كيرف، هذا عادة بنوصفه، راح نحكي عن الفور كوادرنت أوبريشن بعدين. هذا بنحكي عنه الكوادرنت الأول اللي فيه تورك بوزيتيف وسبيد بوزيتيف، هذا هون الكوادرنت الرابع اللي فيه تورك نيجاتيف وسبيد بوزيتيف.
هذا بالنسبة للسكورل كيج اندكشن موتور. هلا سكورل كيج اندكشن موتور ممكن اشغله، ممكن اشغله مع فيربل فريكونسي درايف، ممكن اشغله مع فيربل فولتج درايف. فإذا أخذنا هون فيريبل فولتج درايف، أحيانا نحكي عنه سوفت ستارت اب، والسوفت ستارت اب رح يكون هون عمالنا بنغير فايرنج انجل الفا، فعم بغير الار ام اس تبع الفولتج اللي جاي على السكورل كيج اندكشن موتور. هون نفس الشيء بنكرر هاي 3 باك تو باك اس سي ارز، بيرز اوف اس سي ارز، وهذا هو بالنسبه للفيز الثالث. تغيير الى الفايرنج انجل هون هاي الفا 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 هي الفايرنج انجل، والفي ار ام اس از ا فانكشن اوف الفا، او الفي ار ام اس بيساوي في لاين از ا فانكشن اوف الفا. فكل ما غيرت الفا من هون بتغير عندي الفولتج اللي داخل على هذا المحرك. إذا غيرت الفولتج راح يتغير معي السبيد تورك كيرف اللي موجود هنا. كقاعدة عامة التورك بتناسب مع مربع الفولتج. إذا نزلت الفولتج لنص القيمة بنزل التورك لربع القيمة. إذا نزلت الفولتج لواحد عجد اتنين من القيمة بنزل التورك لنص القيمة. فإذا رسمنا السبيد تورك كيرف اللي بتنتج عن هذا السوفت ستارتر، طلعنا على الكيرف الاصلي اللي موجود هناك، الفريكونسي ما بتتغير، هذا ما راح يغير الفريكونسي مزبوط، فالسينكرون سبيد راح تضلها نفسها، فراح تضلها هاي النقطة نفسها ان اس هون. ايش اللي تغير عندي؟ بتغيير الفا ايش غيرت؟ الار ام اس تبع الفولتج، فبصير عندي الفولت التورك بنزل. هاي بتكون نفس هذا الشكل، هو نفس هذا الشكل بس عملت له كومبريشن بهذا الاتجاه وهذا الشكل من هون. ففرضا مثلا اذا كان هذا نص، نرسمه مش مبين النص، خلينا نرسم انه يبين انه نص. فاذا كان عندي هاي المسافه تقريبا هون وهاي المسافه هون، فبكون هذا هون تي على 2 وهذا تي، فبيكون في بيساوي 1 على جذر 2 في نيو بيساوي 1 على جذر 2. فلما نزلت الفولتج مقدار 1 على جذر 2، يعني نزلت الفولتج 0.7 من قيمته الاصليه، نزل التورك لنص القيمه اللي موجوده هون. ومثلا اذا نزلته ل 1 على جذر 3 راح ينزل له لثلث القيمه، فبيكون هون في بيساوي 1 على جذر الثلاثة في اولد، وهكذا بنزل الكيرف. ايش صار معي هون؟ نزل ستارتنج تورك، وهي من مشاكل السيستم. هذا مشكلتي انا هون مظبوط ان نزلت الفولتج، بس اذا عندي بدي ستارتنج تورك عالي يمكن السيستم ما يقدر يعمل ستارتنج. فهذه من الديس ادفانتجز تبعت الفيربل فولتج درايف. لكن بقدر استعمل الفيربل فولتج درايف اعمل ستارتنج للسيستم اوف لود، ما يكونش عليه لود اعمل له ستارتنج حتى يقدر يعمل ستارتنج بعدين احط عليه اللود. بس لا شك انه ستارتنج تورك هون نزل في هذا السيستم، هذا بنسميه سوفت ستارتر، وعدل السبيد تورك كيرف تبعت السيستم بهذا الشكل.